ماشي سرعتي ستنظم يا دار وطننا العرضية. هناك الراسية جاءت عبر من عبر لاعب دابت صف ممتاز من قلت من الحكام اللي منحت لهم الفرصة في المواسم التسديدة، لكن فوق مرمى الحارس فلاديمير نازاروف عزوزي ونسيم الشادي حداري فرصة خطيرة ونسيها مشهد كان مشهد في اللقطة الأخيرة نسيها مشهد كان الأسيا اللي أكل من 18 سنة. ما شاء الله دي كل أسماء بإمكانها أن تقدم الإضافة للسواء المنتخب الوطني الأول وذكر من المنتخبات هنا الفرصة خطيرة جول اسماعيل السيباري في حدود الدقيقة 58 لاعب بي اس في اندوفن يمنح التقدم للنخبة الوطنية بعد كل التقدم والتحضير والانطلاقة وفرصة الثانية بعد كل التقدم والتحضير والانطلاقة وفرصة الثانية ثاني جول تيكي تاكا كلاسية مغربية في الشباك الأوزبكية في حدود الدقيقة 63 تحركت الفرصة من الخطورة الثالثة فرصة الثالثة ضاع الثالث الهجمة نسيم الشادي خطيرة جول عبد الله حيمود البديل بهدف ثالث في مرمى المنتخب الأوزبكي بعد اجتهادات مغربية جربت على ثروة السلام عليكم.